بس ليه الترفيه يا عم وبتاع ايه؟ والله ده انا ايه يا ام النتيجه هم اتنين بس ليكوا. قلت انا ايه انا اخد بعض وامشي ليه؟ اه والله بس ربنا عند ربنا والله التوفيق ربنا يوفقك ان شاء الله. اصل انا قبل كده ايه واحد عشرين عشان كان تعمل فيلم مع احمد السقا بتاع الجزيرة اتنين تمام وصلنا كتير. قال لي يا عم انا عليك تمثل. قلت له برد والله قال لي اه. قلت له فيلم قال لي احمد السقا. قلت له انا هبقى انا هطلع كومبارس ولا انا هطلع تحب احمد السقا؟ اه السقا قابلته كذا مره اصلا يعني تحس ان هو من بلد اه دي حقيقه. فقعد بقى 20 وهكلمك بكره ويكلمني يقول لي بكره ان شاء الله الساعه 3 هتقابلني في جامعه الدول وهنتفقوا مع بعضينا ونروح نقابل الناس هنقعد كده مع بعض قاعده وتاخد السيناريو. معلش بص هو عامة السلام عليكم. نعم الله وبركاته. مساء استاذ مصطفى واستاذه هبه. صح انا بس لا حضرتك انا ماما. اه استاذ سوري اهلا وسهلا. معلش يا فندم استاذ مصطفى استاذه مايا لبيب. تمام اهلا بيكم يا جماعه منورنا. انا مبسوط بالاجابات بتاعتكم على فكره بجد بجد. اه لا بجد مش منور ما شاء الله انت نوم عنزوه كده ورقي ربنا يخليك. تمام يا فندم تمام. استاذ مصطفى صح انا مبسوط بيكم جدا. تعرفوا اي حاجه عن المؤسسه هنا؟ انا جاي اسال شركه انتاج. شركه انتاج. بص يا استاذ مصطفى احنا مؤسسه ديشوشر. مؤسسه ديشوشر دي مؤسسه خيريه بتعمل في كذا مجال تشمل التمثيل والاعلام وايضا بعض النشاطات التجاريه والصناعيه. ليه؟ عشان الراجل الغلبان يشتغل. ولا انتوا ما بتحبوش الخير؟ لا بحب الخير والله. والله على طول بعمل خير. زي ايه بقى بتحب تعمل خير زي ايه مثلا؟ اه والله كل ما معدي العيد لله ومديله ايه؟ بطلع شهريه للناس ربنا يرضى عنا بميزان حسناتنا. اللهم امين اللهم امين يا درش. انا على فكره مبسوط بيك. ربنا يخليك. شكلك ابن حلال وطيب. ربنا يخليك. منين يا درش؟ سيرة زينب. اجدع ناس اجدع ناس يا درش. طيب تعرفوا يا جماعه ان انتوا خلاص كده بقيتوا معانا خلاص؟ اه ان شاء الله. تمام اسمحوا لي بقى كده اقول لكم مبروك انكم انضميتوا معانا للمؤسسه. اسمح لي بس ايوه نمضي العقود بس الاول. بقول لك يا استاذه معلش ناولين الفايل واحد من الفايلات الصفراء اللي هناك دي. حاضر يا فندم. تسلميلي. اي فايل اصفر اللي ماشي ماشي بسم الله الله اكبر. لا رشيق هايله يا هبه هايله تاتش وود. مبروك عليكم يا جماعه مبروك علينا كلنا. تمام بعد اذنك يا ماما معلش وديني الفايل ده تاني مكان مايا. بسم الله الله اكبر. انا احب كده ماشي الملكات دي هيا هيا. بصوا يا جماعه انت دراستك ايه يا مصطفى؟ تجاره. الله اكبر بسم الله الله اكبر بسم الله ما شاء الله. هو ده كلام الشغل الصح السليم. احنا دلوقتي يا جماعه هروح اشوف لكم الدكتور عمار وايه ويجي هو ياخد معاكم شويه كده تحاليل ويعمل معاكم تشيك. عندكم مشكله؟ نعم خالص. بالمره اودي العقود والحاجه دي. تمام. مساء الخير. مساء النور. ازيكم الاول؟ تمام الحمد لله. انا دكتور عمار. انا دكتور عمار. هتعرف بيكم الاول بقى قبل ما نقعد كده ونتكلم. انا مايا. مصطفى؟ مصطفى ايه يا مصطفى؟ مصطفى مصر. مصطفى مصر. تمام. حضرتك مايا. مايا؟ اوكي يا مايا. طيب انا قبل ما اعمل لكم الاختبار دول بولتين انا عايز تحليل من حضراتكم. تحليل بول البوله بتاعت حضرتك بوله حضرتك. طيب حضرتك ممكن تسبقي يعني ممكن حضرتك الحمام حضرتك هتدخلي كده في يمين هيقول لك الحمام فين يعني. تمام؟ حمام حضرتك تعملي لنا عين البول. تمام؟ عقبال ما انا الاستاذ حكش بس عليه و تمام الضغط تمام ظروفه ايه؟ تمام ما بتعانيش من اي حاجه عارف الضغط؟ لا الحمد لله. المهم خلينا نقيس الضغط احنا برضه نتاكد عارف الدنيا ازاي. اعتقد ان حالتك الصحيه تمام. بتخاف من الدم؟ بخاف من الدم ازاي؟ دم؟ اه
اتعور وكده بقى نفسه. لما عملت العمليه اللي عملتها قبل كده ده كنت صغير، كنت كام ده؟ 2002 كام؟ كنت واقف 2002 كنت سنه 5. ما تخافش من منظر الدم. كان في اخر 2001 كمان مش 2002. يعني ممكن تعمل عمليه ما عندكش اي مشكله؟ لا طمني على الحاله يا دكتور. لا تمام يا مستر عبد الجليل. بص انا شفت الانسه مايه المفروض ان هي تعمل تحليل بول. و دكتور بس الكرسي بتاعك. اوكي اتفضل. انا خلصت عملت الكشف بتاعي ويمكن بس الوزن انا شايفه مناسب عشان كده ايه ما طلعناش على الميزان. ده التقرير اللي طلعنا بيه. تمام خليك يا دكتور اتفضل اقعد يا دكتور. اوكي تمام اتفضل اقعد عشان عايزك. الانسه مايه راح تعمل بس تحليل بول. طيب يا الانسه مايه بس انا عايز اطمن علشان استاذ يروح بعديها يعمل التحليل بتاع البول. استاذه مايا خلاص هي دلوقتي طيب. خلينا دلوقتي عايز افتحك في موضوع الدرش. صلى على النبي. ربنا سبحانه وتعالى يا درش خلق لكل بني ادم كليتين وهو صحيا مش محتاج الا كليه واحده. في بني ادم بقى الكليتين اللي عاديين ايه؟ ضايعين. فاحنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ حبوا الخير لبعض. مش ربنا هو اللي امر احب خير لبعض؟ احنا عايزين نحب الخير لبعض. في عندك مشكله في نفسك؟ يعني بره بكليه؟ يا درش يعني خير. طب ما ممكن ما ينفعش اعيش لوحدي. لا 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 صحيا مش قادر. ما ينفعش اعيش لوحدي. استنى انا حاجه زي دي ما تقررش انت. اطمن خالص. ايوه بس انا اعرف ناس باعوا كليتهم ماتوا. ماتوا عشان باعوا كليتهم؟ لا دعايه رخيصه. دعايه رخيصه بتتعمل على فكره ان انت تبيع عضوك رغم انه حرام على فكره. ما عارف انه حرام. عارف انه حرام؟ لا حرام. حرام ان يعيش اصلا بكليه واحده؟ حرام ان اللي يبيعها. لكن اللي يتبرع. مش بتكلمش في التبرع بقول اللي يبيعها. حلو. واحنا درش. انت مش هتبيع؟ ما انا مش هبيع. وكمان غير كده في شغلك انت بتقدر على انك انت بتعمل خير وهتاخد مكافاه جيده ما يقرب من 200,000 جنيه يا درش. انت ايه رايك يا درش؟ انا ما عنديش وقت على فكره. غير ان كمان اوعدك ان انت هتبقى معانا نجم السيما يا درش. طب ما تسيبنا ناخد وقت في الموضوع ده. مش محتاج تفكير يا درش ده خير وانت بتقول انت بتحب الخير. وافتح دماغك. ما انا عايز افتحها. يا معانا يا ايه ده خالص يا درش. ايه ده؟ حرام عليك. فكر مفيش وقت. حرام عليكم يا كفره. سمع صحبتك انت معاك فين؟ يا دكتور يا دكتور الموضوع مش محتاج اي حاجه. الدكتور بمنتهى اليسر الراجل بيحب خير. مش بتحب خير؟ خلاص ما دام بنحب الخير يبقى احنا كلنا متفقين على ارضيه واحده. أيوة. ولا ايه؟ يلا عمليه بسيطه وهتروح بيتكم بكره. فيها مشكله؟ انا خلق بيدي بسرعه على فكره. ريحني عشان اريحك وانا بعمل لك العمليه. ريحني عشان اريحك وانا بعمل لك العمليه. يعني انا هطلع منها سليم؟ هتطلع سليم. اديك ضمان؟ مش الموضوع ضمان. والله انت يا مصطفى انا دخلت ومشيت مش هخرج. طب بص يا درش صلى على النبي انا لو كان معايا دلوقتي تليفوني كنت هقول لك دلوقتي اسمعك الراجل قد ايه محتاج ان هو يعني محتاجك. بس انا للاسف معيش تليفون يا درش. عندي عمليه تانية وراك على فكره. وانت هتدخل العمليه اللي بعد مايا. مايا نخلصها الاول وبعدين ندخل عليك انت. بص يا درش فانجز بقى عشان انا ما عنديش وقت. يا انجز. حاضر. عنديش وقت. حاضر يا دكتور حاضر. ربنا سبحانه وتعالى يرفوه بالعقل يا ريس. الموضوع سهل يا درش. سهل ولا مش سهل؟ بالله عليك اخرج بعد كده. هتخرج زي الفل يا درش. مش لسه قايل لي لما بتعمل عمليه بتاخد بنج ما بتحسش بحاجه؟ يا عم هزود لك البنج. مش مخطوبه بنج عايش. وربنا هزود لك البنج. بص خلينا صراحه مع حضرتك انت بتقول لي انا كده كده دخلت وشكلي مش هخرج. بالظبط كده انت جبت الناحيه يا زميلي بس. وانا بقول لك هخرج بعد كده. خرج؟ بالله عليك هخرج. لو صحيت؟ ها؟ يا مستر قول لي بقى لي الكرسي. انا مش فاضي. انا عايز بس يعني مصطفى يقول عم. تبيع ولا مش هتبيع؟ عنديش وقت. انا مش سامع يا درش. قلت لك انت فيها مشكله. وانا خل ايديا مش عايز فلوس بس عايز اعيش. يعني هتتبرع من غير فلوس بس اعيش؟ يعني من غير فلوس ناخدها وتعيش؟ من غير فلوس وحلال علينا الفلوس دي؟
مش عايز فلوس بس عايز اعيش. حلو الدين ده. هاي خلاص يبقى من غير بنج عشان تفضل عايش. احط لك بنج ما موضوع. تستخسرش. مش استخسار. انت دايما على فكره كده تعملني قدام الزباين على اني بستخسر. خلاص هستخسر البنج في الزبون. طب يلا بينا نتحرك كلنا على اوضه العمليات. يلا مصطفى. يلا بينا. يلا يا بطل. يلا يا درش. يلا يا بطل. يلا يا مصطفى. قوم معايا يلا. خافش. ايه ده كده يلا. لازم تكون داخل حلو. اوضه العمليات جاهزه يا دكتور؟ جاهزه. طيب معاك البنج؟ لا. بنج في الاوضه. طب هجيب البنج معايا ليه؟ ولا يهمك ولا يهمك. خير ان شاء الله. اتفضل. اتفضل يا درش. انت عامل انت بتعمل عمل بطولي يا درش. ايه ده؟ درش. قال لك حاجه. عايز اقول لك حاجه، انت بتعمل خير صح؟ حبيبي يا درش. ايه ده؟ بتعمل خير. بتعمل خير يا درش؟ يلا. يا مستر يلا ما عنديش وقت. طب انت خايف ليه ده شغل؟ اه لا اجيب كرسي. انت ابني اقعد يا مصطفى. انا ما عنديش مشاعر، انا هنا بفتح وبقى. بعد اذنك يا دكتور، بعد اذنك اقعد يا مصطفى. انا ما عنديش مشاعر. اقعد يا مصطفى. اقعد عمرو. اقعد يا عمرو يا سراء. اقعد يا مصطفى. اقعد. اقعد. هقول لك على حاجه. اقعد بس. هقول لك على حاجه. اقعد بس. هكتب لك على دواء. صلي على النبي يا مصطفى. انت ما شفتش الدكتور ولا شفتني قبل كده خالص؟ عامر فارس جايبني اعمل فيها مقلب صح؟ صلي على النبي بقى. صح؟ عامر فارس جايبني اعمل